السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Bon, maintenant on va passer à un autre type des exercices. Il y a des exercices en dents avec les ondes sonores ou ultrasonores. D'accord? Et on va faire deux types des exercices. On va les applications qui sont transversales, yani la courte surface d'eau. Mais faire partie 2 qui confère les ondes sonores et ultrasonores pour l'utilisation d'elles. Donc, tu peux m'aider à tout ce que tu veux. بالموجات الصوتية والفوق الصوتية. دونك ندير ليكزارسيس هو سيسيون ناسيونال اس بي تي 2018 سيسيون نورمال. سيسيون نورمال يعني الدورة العادية. دكاغ دونك هنايا باش نوريكم كيفاش كتعامل مع لي زون سونور ولا التخا سونور. ديما كنقلب على واحد الجملة ديال لا غيفليكسيون ولا غيفليشي. دكاغ هادي غيفليكسيون غيفليشي نشرح هاديك تبعو معايا. Les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques qui peuvent se propager dans des milieux différents. D'accord. Si on a des milieux. Et les engendrer dans des conditions bien définies certains phénomènes physiques. Pour déterminer la célérité d'une onde ultrasonore de la fréquence 1, dans deux milieux différents, on utilise un dispositif constitué d'un émetteur, d'accord, et un récepteur. Donc, ils sont reliés à la distance. Mais il y a des clichés. On va faire un peu de لي زوند سمعني مزيان جاش تبقى فايق راه قالوا لك اوند يا ترا سونور داكوغ يا ترا سونور بعدا اجي نفهمو شنو هما لي زوند يا ترا سونور لي زوند سي يا ترا سونور سو سون دي زوند لونجيتيدينال ميكانيك سو بروباجي دون لي ديفيرون ميليو افيك اون فيتيس ديفيرون دو شاك ميليو افيك دي كونديسيون فيزيك داكوغ دونك هاد لي زوند يا ترا سونور هما الموجات فوق الصوتيه الفريكونس ديالهم يعني باش كيتسمعوا كيكون سوبيريور الفريكونس ديالهم كيكون سوبيريور ا 20 كيلو هرتز يعني نو اوديبل باغ لون باغ اكزومبل ليتيليزاسيون ديالهم في ليكوغرافي باش كتشعل طبيب كيدير لك ليكوغرافي راه هذوك موجات فوق صوتيه الخاصونه فاش الطوموبيل كتبغي تستاسيوني ما كتسمعش كتسمع غير التيت هذاك لي بيب داكوغ كنستعملوه في المجال البحري كنستعملوه في مجال التنقيب يعني عندها دوتر ايتيليزاسيون داكوغ الناس اللي غيديرو راديولوجي في الميديسين ولا في سبيس غيعرفو الدور ديال هادي بزاف داكوغ هنا ما قالوش هي ريفليكسيون عطاوني ان ديستانس او اي ار دونك لا فيغور غنشرح هاديكم كيف دايره دونك دارو هنا واحد دارو هنايا لو ياك في الاول كاين لو داكوغ هنا دارو ايميتور هنا دارو ريسيبتور وهنا دارو ان ديستانس دي داكوغ يعني ما كاينش لا ريفليكسيون يعني هذا غيمشي غير يستقبلوا الاخر دونك لونغ التراسون ايتي لونغ لونجيتيدينال او ترانسفيرسال دونك بعدا في لو سون سي سين اون لونجيتيدينال بدون منازع داكوغ لونجيتيدينال يعني بلا ما نزيد ندان تفلسفي يعني الموجة الفوق الصوتية والصوتية موجة طولية ديتيرميني لا فالور دو غوطاك طومبول داكوغ عطوني واحد لو سيوغرام هذاك لو سيوغرام داير على هذا الشكل داكوغ عطوني هنا باش نشرح لكم هذا تا هو راه عندي في الفيديو ديال الدرس كاين في الفيديو ديال الدرس داكوغ دونك هذا كيتسمى ديسلاب هذا ديسلاب يعني بزاف ديال الموجات فوق صوتيه دونك هاد ديسلاب هما هاد كيبان لكم بسرعه هادي هي لانستون دو ديبار ديالهم هذا هو ليميتر هادي هي لانستون دو فوا هادي اللحظة اللي غادي ينطلقوا فيها دوك لي سلاف هادي اللحظة اللي غيساليو فيها من الانطلاق يعني باش غيبداو آخر وحدة هي هادي غيبداو ينتقلو هنا غيبداو يسو بروباجي دون لو داكوغ هاد لانستون هادي هي تي ار هادي لحظة الاستقبال لا دات دو ريسيبسيون هادي الفان دو ريسيبسيون يعني لا ريسيبسيون غتسالي هنا دونك حنا بغينا لو غوطار تومبوغيل لو غوطار هو ناخدو هاد لا ديري ما بين لونفوا لا دات دونفوا ولا دات دو غوسيفوار ناخذو ما بين هنا هنا راه بحال بحال حتى هي صحيح داكوغ دونك غادي نسميوها طو طو غادي نحسبو شحال عندي من مربع دونك الى حسبت المربعات واحد غنلقاو مسيدي واحد هنا واحد جوج ثلاثة أربعة غيكونو ستة داكوغ معنا رسمت كبير طو غتكون ستة عطاوني كل مربع
راه وعدنا كل ديفيزيون هي 0.1 ملي سكون. يعني انت اش غندير؟ ندير هاد 6 في هاد المربع، عندي 6 المربعات فوا 0.1 ملي سكون، غنخليها كما هي، هي 0.1 ملي سكون. داكوغ؟ قال لك هنا كالكي لا سيليريتي، فوالا عندنا حنا كنعرفو ان هنا تروازيامون، دوزيامون، تروازيام كيستيون عندنا في كتساوي لا ديستونس سيكتو. لا ديستونس هي 1 متر على 0.6 ملي سكون، يعني في 10 أس ناقص 3. داكوغ؟ فاش كيكون عندك انت 1 ملي سكون، هي 10 أس ناقص 3 سكون، هذا كيتحول لهذا، كيولي 10 أس ناقص 3. دونك غنحسبوها غتلقاو 1666.6 متر سكون موانز 1. هادي هي لا سيليريتي دو بروباغاسيون ديال لي زيتراسون فلو. داكوغ؟ كتكون إما 1500 إما 1666. داكوغ؟ دونك هنا هادي غنمشيو سيدي للكاتريام كيستيون. دونك الكاتريام كيستيون قال لك اون رومبلاس لو باغ ان لو ان اوتر ليكي، دونك كونستات كو لو ديكالاج اورار اونتر لو سينيال ايمي و لو سينيال روسو اي دلتا تي 0.9. دونك هنا عطاوني ان دلتا تي بريم هي 0.9 سكون، ملي سكون. حنا في الاول لقيناهم 0.6، دابا ولا 0.9. قال لك La célérité des ultrasons dans le liquide a-t-il augmenté ou diminué par rapport à celle de l'eau? Donc, on a celle-là. On a la justification. On a l'avancée. On a l'ensemble des scientifiques. Et on a l'acadienne. On a une vitesse qui est sur delta t. On a une vitesse qui est sur delta t. D'accord? Delta t est à l'air. Quebret. Il a delta t quebret. Une vitesse diminuée. D'accord? إلا درتا تي كبرات فيتاس كديميني، إلا درتا تي صغرات فيتاس كتكبر. دونك حنا دابا تبان لنا أن درتا تي بريم صغار من لوغوطار طومبوغيل اللي هي تا هو درتا تي. دونك في هاد الحالة أن الفيتاس هذا كبر من الآخر، داكوغ، لأن دابا 0.6. دونك شنو غيبان لنا؟ يبان لنا الفيتاس في الليكيد صغار من الفيتاس في لو، داكوغ. هذا هو لو ريبونس بحال كو كنجيستيفي، داكوغ. دوزو ان اوتر اكزرسيس في لي زيل تراسون، نعرفو لي زاسيس لي فيه جدا.